غير شرعية. الحكومة اللي تقتل أبنائها بدم بارد هذه مو شرعية. فهدفنا واحد، نريد فلوس، كل شيء نريد، ما نريد وظائف، كل شيء نريد. أنا طبعا موظف، ما محتاج كل شيء، نريد وطن، وطننا باكر. اسقاط الحكومة، اسقاط الحكومة، ما عندنا كل شيء. عمل واقع، شنو اصلاحاتهم؟ شنو اللي كله سوف وسوف، سنعمل وسنعمل. هاي شبعنا من عندها، هاي من زمان، من 2011 طلعنا. 2011 2007 اقصد على المظاهرات زين، طلعنا كل شيء مهم. سوف وسوف المالكي، سوف وسوف وجاء وراء العبادي، وهذا كذلك نفس الحاله. اخي ما يفيدوني هذول اللي سرقوا هذول جو اللي سرق العراق، هذول يعتبرون نفسهم جايين هنا ايفات العراق. هاي صار له ايفات 16 سنه ياخذ مالات. اي اسقاط الحكومه، هاي حكومه غير شرعيه، حكومه اللي صار دم بينا. هي برلمان الشعب، هم يعرفون نفسهم، هم يعرفون نفسهم، ما لهم اي واحد يستقبلهم. لهذا السبب ما يجون. السبعة ونص البارحة، من البارحة السبعة الصبح لحد هاي اللحظة ابد، لا شفنا من دس ولا ابد. طرق الاعلامه، طرق الاعلامه، ما عندنا غير مسائل. الله وكيل، واستقبلناهم بالورود والاعلام البارحة. هم استقبلوا هذا سلاح، هذا سلاحنا بس. شاب نهيتك 15 سنة مستقبل لا زواج، نهيتها وقدمتها وهسه ديداعي ديداعي العبادي ما لعب بيد من حديد تفتح النار بصدرك. سنتين احنا جابك، هو جابك تلاك على الكرسي حكومة بس. والله وحدة البطالة، انا شاب اريد زواج، اريد مستقبلي. تعدمت 15 سنه، صار 15 سنه انا مجوع، ما ربع دينار ما بجيبي، اريد قميص اشتري. اريد مثل الدول، دول العالم العربيه، دول عربيه. انت هسه تريد، هسه تعطيني 175000 شو اسوي فيها انت؟ ابوي شنو هاي؟ هاي هاي بالخيمة، هاي اللي الشعب ناظر الساحة، ناظر حقه. لا أبدك ثورة، احنا نسوي عليك ثورة، لا نريد بحق قانون. خرجنا من أجل العراق، من أجل هذا الوطن، لتغيير العملية السياسية. العملية السياسية بالعراق ولادتها خاطئة منذ البداية، فتغيير العملية السياسية لا يأتي إلا بخروج هؤلاء الشباب المطالبين بالتغيير الجذري. تغيير يعني ثورة على الواقع الفاسد، لأن الواقع فاسد أدى إلى مخرجات فاسدة دمرت الشعب العراقي وأدخلته في نفق مظلم. يعني أنا ما شاهدت مثل هذا النفق إلا من خلال التاريخ، من خلال هجوم هولاكا على العراق. فالعراق يمر فترة مظلمة، يراد تصحيح المسار، مسار الوطن العراقي من خلال عملية تغيير سياسية دستورية من خلال الدستور نفسه. والدستور عليه ملاحظات كثيرة يجب أن يتغير، لأنه فيه مطبات وألغام ومفخخات كثيرة أدى إلى تقسيم الشعب العراقي، وأدى إلى المحاصصة، وأدى إلى توزيع الثروة غير العادلة بين أبناء الوطن، أدى إلى غنى فاحش وفقر مقطع، غنى فاحش للطبقة السياسية وفقر مقطع. وبعد أكثر سبب دمار العراق الأحزاب السياسية اللي تحكم حاليا بالقطاع.
أنا أسأل سؤال واحد، لماذا 365 حزب بالعراق؟ ماذا لدينا بالعراق؟ هل أفكار ينظرون إياها عن جديدة؟ إحنا نريد ناس بنات، ناس يبنون هذا الوطن، ناس يزرعون هذا الوطن، الإنسان يعيش به حياة حرة كريمة. على أساس طالب يدرس 12 سنة تعبان يتخرج ما يلقى وظيفة؟ ليش؟ ها؟ الزمن ذاك النظام السابق كان الطالب يتخرج يلقى تعيين مركزي موجود. ها؟ تعيين مركزي موجود بأي وظيفة كانت. ليش أصل طالب يتخرج مشروع أسرة ما يقدر يكون أسرة، ما يقدر يتزوج؟ فمخرجات العملية السياسية كلها خاطئة. يراد تغيير، تغيير يعني تغيير جذري، ثورة على الواقع الفاسد. عندنا واقع فاسد نريد نغيره. رسالة للسيد عادل عبد المهدي، هذا الشعب طلع ما بدران، هذا الشعب طلع جوعان. 17 سنة من الكذب، 17 سنة من الوعود الكاذبة، 17 سنة من الفقر المدقع للشعب من الهوان إلى الأهوان وإلى الغنى الفاحش طبقتكم السياسية. زين أنتم نازلة بكم آية، بس سؤال يطرح نفسه، أنتم ملائكة من السماء نزلتوا؟ يعني بشرفك أنت تجيب تجيب الجزمة الدستور وتقيس على قدك وعلى قد جماعتك. التقاعد هو 15 سنة بالنسبة لك عراق، أي عراق أقل تقاعد 15 سنة؟ أنت 4 سنوات، 3 سنوات مخلص من برا قاعد على البحر، أو سنة بداخل العراق، 6 شهور بالكافتيريا كرشك صار هالعلوة، ها؟ أو 6 شهور قاعد مكنك بداخل البرلمان، واحد يكذب على واحد، صنعت لنا طائفية، قسمتوا الشعب، هويتنا عراقية 11000 سنة منذ حضارة بيسان وليس بابل، بابل الجديدة. ها هاي سرقتوها فلشتوها، جبتوا لنا داعش ما داعش. احنا بالنسبة للسيد عادل عبد المهدي يقول ذول الناس ما لهم، انا جاي اكرر هذا كلامه عدة مرات، يقول ذول الناس ما لهم راس مال وحركة هلامية. طبعا هي هاي الحركة الهلامية هي اللي راح تتعبهم، واش حكي؟ لان ذاك قاعد يقتلونه. فهاي المنصة تظل كل عراقي يحكي الكلام العدة. بالنسبة لمطالبنا احنا كشباب، انا راح احكيك بالنسبة للسواق العراقيين، بس ما احكي باسمي، ما احكي باسم السواق العراقي، لا السواق انظلمنا احنا، بس ما اجي انظلمنا، خليه ولا على صبع ظلمنا، انا احكي باسم العراق، انظلمنا رسوم وغيره 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 وهاي شغلات، وهي تأثرت على الشعب كله. مطالب هاي الناس، واكو ناس بعد عندها مطالب اكثر. اولا الغاء الحكم البرلماني، الغاء الحكم البرلماني، لان هذا البرلمان رسالة لكل الشعب العراقي. هذول إذا بقوا بعد 40 سنة 30 سنة، إذا صرنا 60 مليون إحنا وأبنائنا والأعضاء البشرية نبيعها وكل ما نملك وصندوق النقد الدولي والحقول النفطية وكل شيء نطيه، ما نقدر نوفي الفئة المتسرحة القطعان المتسرحين من البرلمان، بس ذولي بس المتقاعدين من البرلمان، وتقاعدهم باطل ومخصصاتهم باطلة. فاش حكي هاي وحدة؟ إلغاء الحكم البرلماني الذي أثبت فشله الذريع لسبعة عشر عام. 2 حكم طوارئ، 3 صياغة دستور جديد، 4 إلغاء القوانين الذي كتبت من قبل الأحزاب السارقة لخيرات الشعب، 5 إرجاع رسوم الصحة والجمارك والتعليم والمرور العامة إلى ما كانت عليه قبل 2003، وتخفيض أسعار الوقود والرسوم والغرامات المتحفة بحق أبناء الشعب العراقي والذي هم أغلبهم من السواق ماكو بديل بعد سيارة، 6 محاكمة كل المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين، 7 حكومة طوارئ وتغيير الحكم من برلماني إلى رئاسي، 8 إلغاء كل القوانين الذي أقرها البرلمان في حقبة العبادي والتقشف في عصر داعش. ما دام داعش انتهت لا بد أن تنتهي وتزول هذه القرارات والقوانين التعسفية الجارة. 9 إلغاء قرارات إخلاء وهدم بيوت الفقراء العشوائية وإعطائهم البديل. 10 التعليم والصحة، دعم التعليم والصحة وتخفيض الضرائب إلى ما كانت عليه قبل عام 2003، وهذا من حقنا طبعا كعراقيين. وين وصلنا احنا يا نقطة؟ قلنا 10 مو دعم التعليم والصحة، 11 لا هي هواي نقاط، وتعيين كل الشباب، وتعيين كل الشباب الخريجين الذي لم يتعينوا، 12 احتساب الضحايا الذين سقطوا اثناء تظاهرات منذ سقوط النظام الى الان شهداء ولهم مثل ما الى كل الشهداء، وتعجيل صرف رواتب الى عوائلهم، 13 اعطاء راتب لكل عراقي لا يملك وظيفة. احنا مو طلباتنا هاي اسقاط النظام.
القبيض التجون هاي يا رجال المواجهه بهدلونا تحرر السجون السجون احنا ازاي جينا من السجن تعبان انا زوجي مسجون وجاني عيبة امهاتهم وقاعده ايجار وما عندي اعيش اذا هو بالسجن من يعيشني حتى لو غلط وحتى لو سوى شيء بس عارف عرضه وراه وعرضه شلون يعيش بهاي الدنيا الوسخة كلها غابة كلها غابة السجون 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 إذا عندك عرض وعندك أم تخاف عليها وعندك أخت تخاف عليها قول كل مسجون عنده أم وعنده أخت وعنده عرض وفي أمه يمكن أمه كبيرة عايشة وأخته يمكن الزوجة بس مرته شلون تعيش. تسارع ظروف عندنا ومعاناة الشعب العراقي من تربية تعليم فرص عمل خدمات صحية خدمات تربوية طرحنا فكرة وطرحوا ناس علماء وناس أخرى طرحوا عدة مبادرات على عادة عبد المهدي يستجيب بهذه المبادرات المجتمع العراقي لمصالح الشعب ولمصالح الحكومة أيضا ومصالح المواطن. احنا البارحة في المظاهرات تأذينا ونقل المستشفى لكن نبقى نظاهر نبقى نظاهر إلى أن يتحقق حلم الفقير حلم الإنسان السياسي. اليوم الشعب العراقي أكثر شعب مظلوم في العالم هو الشعب العراقي مضطهد من الحكومات والحكومات السياسية. التجارة السياسية مصلحتها فوق مصلحة البلد غير الأحزاب وغلع الأحزاب إلغاء البرلمان إلغاء الأحزاب وإلغاء البرلمان النظام قائم أما الحكومة هي الفاسدة هي السياسيين فاشلين أما الحكومة فاشلة أما الدستور والعود كاذبة والعود كاذبة حاليا على البرلماني يحل نفسه يحل الاجتماع حسن والده 64 بالقانون أولا يحل نفسه ورئيس الوزراء يستقيل استقالت رئيس الوزراء فتح مجال للعراق كل عراقيين حاليا الحكومة عاجزة قلت لكم فراغ لا أثر ماكو فراغ يكلف رئيس الجمهورية يتولي رئاسة الوزراء ومجلس النواب في اجتماع طارح النفس عدة مشاريع وعدة مشاكل أهالي الشعب العراقي لا يطيق هاي الحكومة خل تستعرف إيسا وتستقيم حل النظام النظام هذا هو النظام قائم عمي هو سياسي فاشل أما النظام هو النظام ناجح بس سياسي فاشل. بسم الله الرحمن الرحيم أناشد دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء البرلمان في القلق وإلغاء قانون الأحزاب. نحن عراقيين ليس بحاجة إلى الأحزاب. كان حزب صدام حسين واحد هسه ألف حزب. أطلب من دولة رئيس الوزراء نحن نائمين في صحات الاعتصام إلا ما أصدر بيان إلغاء الأحزاب وإلغاء البرلمان. شلع قلع أريد شلع قلع ما أريد الحكومة أريد رئاسية كلهم يطلعون كلهم حرامية ونشاية وهذا شعبنا انقتل وموتوه شعبنا كله موته خلانا جوع وخلانا ضيم وهضم. السوى هسوى من قاعدين هسه بس يلغفون هم قاعدين يلغفون بالفلوس ويروحون ويودون وكلهم عندهم قصور وعماير بالخارج وقعدنا بلد جوعان بلد جوعان بلد جوع في هسه ماكو تعيين من 2004 ومن 3 ماكو تعيين حكومة فاشلة أريد رئاسية مريض لا عبادي ولا هذا مالك الباحث بايكر هذا لازم إعدام ساحة التحرير. إلى هاي الجمهور المنتفضة جماهير المنتفضة وأغلب شباب هذا الشباب ليش انتفضوا هذا الشباب من سقوط صدام لحد الآن أغلبية الخريجين والطلاب وكل الشعب تعبان وجائع. نحن نطالب نحن متظاهرين في ساحة تحرير ليس أنا كونا كبير سن أنا من أجل ابني أطالب بإلغاء حكومة الأحزاب لا فلان ولا فلتان كل الأحزاب تنقلع لأن ماكو واحد فيهم يحب الوطن كلهم ضد الوطن وكلهم لمصالحهم الشخصية. أي واحد منهم أجيال عندهم أموال تكفي ليش هذا الشعب أبوه ليش خريج جامعة يبيع مي ليش خريج ماجستير يبيع جقاير ليش شنو هذول سنين قضوا من عمرهم بالقراية والتعب حتى عيونهم راحوا من أجل شنو من أجل شلة كانوا ويا الراقصات ويا الساقطات في أوروبا يعيشون ليش
كلهم عندهم جنازة وداسين شيء وما يروحون هناك ياخذون فلوس منهم. بس والله العظيم هذا الشعب وذول الشرفاء كل ما ذول صفين والله والله ما نسكت على الباطل. صح انه شوية نخفى نتعب بس ما نسكت على الباطل ولا نعلم هنا جواه التماثيل والله حتى لو نعلم احنا وياه حتى لو يكتلونا. الله ما يبعد الفقير الله سبحانه وتعالى يبعد الفقير. الإمام علي أبو من؟ أبو الفقراء. مو ليش قسموا رواتب ابن عمي؟ اليوم واحد سوي 15 في قسم يمنا يعني ظالم لو مو ظالم يهودي لو مو يهودي اليهود أحم من يمنا. ليش بوي ليش هاي شيباتنا احنا ناس الكبار نقض كنانيس ها واجتمع ويانا يوم ما يجتمع ويانا شنو بوي رئيس وزراء انت عمي إذا شارع قلع غلطة لون الدستور غلطها إنه بيخلى الإعلام الدرجة الرابعة. بالعكس الإعلام المفروض هو قبل القضاء والقاضي ما يطلع بالشارع ويشوف حال المواطنين. تعرضت لإهانة تعرضت لغاب يسير للدموع لولا تعرضت لضرب لولا الكتلة وزدد لعدكم الإعلاميين. القضاء شنو كل شيء ما في القضاء فاسد أسد من ذولا نفسه أول ما يتغير هو القضاء والله أول ما يتغير القضاء. احنا مو جوعان احنا هنا مدرجين مدرج حرية احنا نريد حرية نريد شبابنا هي تشتغل هي تبنى وطن مو الحرامية اللي جينا من الخارج. زين انا مو جوعان جاي الظاهر انا موظف تغيير حكومة اخي تغيير حكومة كلمة العنبرة يخدم سياستهم احنا ما قاعد نخدم بلدنا هم ما قاعد يخدمون بلدنا. تناقص صاير بيننا وبينهم لا هم يفهمونا احنا نفهمهم. الحكومه تخدم برا واحنا اللي نخدم بالعدل البلد بيخلونا تلعن برا اخويا تلعن برا كلهم زين اموالهم بالخارج ولدهم بالخارج بيوتهم بالخارج عوالهم بالخارج ايش عنده باقنا جنسيته مو عراقي هو كلهم مزدوجين الجنسيه. حد الآن نبقى سنين هم نوصل لحد الصباح يقومون علينا من مسير الدموع. انت مصوب؟ اي نعم من مسير الدموع يقومون رصاص حي. اول شيء احنا نريد لا نريد تعيين ولا كل شيء مريد نريد اسقاط النظام اسقاط الحكومة نريد عبد المهدي يطلع محمد الحلبوشي يطلع كل الحكومة تطلع كل شيء نريد لكسوني لا مصالحنا تشتغل لا اعمار لا مصانع لا تعيينات لا وظائف حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ماكو كل سياسه بيناتنا احنا نريد اسقاط النظام النظام فاشل هاي البارحه رفعناها ردناها سلميه. مظاهرات غير مسيسه وسلميه وراح تبقى سلميه. صح يقتلونا صح يضربونا احنا مطالب مطالعين على مود مطالب بسيطه تعيينات نظام فاسد احزاب فاسده نهبوا البلد دمروا البلد واغلبهم عملاء باعوا البلد. اخر نريد تغيير نظام نظام رئاسي من رجال الاحزاب وبشرط تقوم انتخابات ولا واحد من هاي الاحزاب الفاسده يشترك بيه لان كلهم فاسدين. عادل عبد المهدي قلنا في زمانك تباع المناصب الوزارات بيعت مدراء عامين يدفعون حتى يثبتون باماكنهم دولة فاسدة حبيبي. احنا 16 سنة نتظاهر كل شيء ما سوونا نظام فاسد يحتاج كله تغيير مو قطع اراضي وتعيينات وتشذبون على العالم وقروض ما فيش حكي وسلمية. اي حالك كلهم متعبين ومتعبانين كلهم يضربون بالخاص الله يقبل الحين من واقفين هذول يجمعوا وبس بقت بس الصخور الله يقبل الله يقبل الله يقبل احنا ما عندنا تعبانين يا دولة ضرب الشعب يا دولة كل يا دولة يا وحي يا عراقي حتى تنزيتين الحجة جنسيتين اتحدى هنا انا هناك عندك كل واحد جنسيتين اخذ بيزرع اي تبخ زبايب تروح بالخارج على يسوي فواسير
كلام القار واحنا متعدين كلهم مرضى وما عندهم الفلوس الله يقبل ذولي لكن هذي شارع خلا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. واحنا شفنا كل الوعود الكاذبة وشفنا التحقيقات الأخيرة اللي صارت، التحقيقات اللي أدانت الشعب ما نصبتها، التحقيقات اللي كانت فقط من الجهة الحكومية ما نظرت إلى 6000 جريح ولا نظرت لقضية 300 شهيد، 300 عائلة ضاع منها شخص، فقد منها أكثر من شخص، جرحتها أكثر من شخص. اليوم جايين نكرر إنه إحنا موجودين، إحنا مو عدم، إحنا هنا ناس وإحنا اللي وصلناه وإحنا رجعنا المكان اللي وصلناه. وهي هاي يعني يعني ما أعتقد ولا يعني عندي تصور إنه الشعب العراقي ممكن يتراجع عن همسة بإعادة إسقاط النظام السياسي البائس الموجود الحالي. أنا هسه أنا جاي أطلع أطالب على مود أخذ حقي من عندهم لأن هم أذونا. هسه لما يصير الصيف يعني ندخل الصف التبرد نشتغل ونشيله هيجي بالكذب بس بالصوت وإحنا قاعدين نعرق حتى بلابسنا نصير مي وبالشتاء ماكو لا تدفئة ولا هاي نبقى على البرد والماي كله ماكو ماي شرب وحتى المطر تغرق المدرسة يعني ماكو في شيء يصير خدمات ماكو خدمات ماكو مكسرة يعني الحمامات مو زينة الرحلات التدريس مو زين التعليم صار كله خصوصي هم ضوجونا وأذونا بعد إحنا لازم نطلع ونطردهم من بلدنا إحنا ليش باقي ترى واسكتنا إحنا لازم هسه نطلع ونطالب ونطلعهم منه فيها هسه أنا موجود أريد أطلع أشوفهم على مود طيح حظهم أنا بعد ما أسكت كنا ننتظره سنوات ينوجد ويجي للساحة اللي الله من بينا عليه جيل الشجاع جيل السبع سنين عندنا احنا قواعد نظيفة وشعارات الله نزلها الامام الحسين عليه السلام يقول ما خرجت اشرا ولا بطرا انما خرجت للاصلاح في امة جدي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احنا خارجين للاصلاح في امة محمد في العراق من هؤلاء الفسقة المجرمين الظلمة الكفرة الحقراء هؤلاء ناس لا دين لهم ولا ذمة ولا ضمير واحنا نعرفهم واحد واحد هم يعرفونا انا من تطلع هاي الصورة ويشوفوني يعرفوني لانه عايش وياهم كنت زين وربك ما عندهم اي دين والا اسالك سؤال واحد الدستور العراقي مو يقول المظاهرات حق من حقوق الشعب ويكفلها الدستور مو هاي المظاهرات جاي يسوون وين الدستور اللي يكفل المظاهرين هذا كذب ونفاق له لا فاحنا من نخرج لله ونخرج في سبيل الله نريد اصلاح امه هذا اللي طلعنا تكليفنا كناس كرجال اما اللي قاعد يمرتق شو يسوي له واللي مستفاد اما احنا لا بالله هذا مو ثوبنا نسال الله التوفيق لهذا الشباب تضامنا مع المتظاهرين في ساحه التحرير زينا نقدم لهم المساعده ككادر نسوي من مي وغذاء وبيبسي ان شاء الله وان شاء الله بخدمتهم وان شاء الله تغيير حكومه جديده احنا النسوه العراقيه جايين نساعد المتظاهرين كلهم ان شاء الله مي وغذاء تضامنا وياهم والارواح الشهداء اللي راحت تعبنا اسقاط الحكومه اسقاط الحكومه لا كلام اسقاط الحكومه ثار شهدانا ثار شهدانا كنا العراق كنا العراق ما نريد الحكومه تسقط الحكومه اسقاط 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 نريد ما نريد اصلاحات ما نريد اصلاحات ابد دم ولدنا قبل ما يروح هدر اه
هم جبناء وما باقي لهم شيء، قاعد يضربون علينا مسيل دموع توجع عليهم تحرقهم. هم جبناء، هم عملاء مال خضراء. بس أنا ليصور بس خلينا نحكي. الاعتصام مال النواب شاعرون، احنا نريدها كلها شلع قلع، لا شاعرون لا كل جميع ماكو طائفه. كلها تستقيل، الحكومه ما تفيدنا شلع قلع. صار لنا 20 سنه كل شيء ما استفادينا. كلهم بحثيه يحكون علينا، هم كلهم بحثيه وكلهم عملاء، كلهم عملاء للخليج، كلهم عملاء الدول العربيه ويحكون علينا. من 6 الصبح انا هنا جيت، انا طبعا اول مره اطلع. جيت مساعدات ومساعدات، فجيت ساعة بالستة الصبح جبت لهم أكل، جبت 1000 وجبة. سيارتي طبعاً الجيش خلوني أفوت لحد الساحر سيارتي، يعني هو ممنوع وطريق مقطوع، بس لين شافوا وياي وجبات وبنية واحدة خلوني أفوت لحد الساحر. عطيتهم الوجبات حسبالي أرجع، شفت الوضع لا 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 لا، يعني غير اللي بالإعلام، شوف بالإعلام ماكو شيء، وفقط جالي الرايات كل شيء ما يطلعون عن هذا اللي بيصير فينا. بس مين شفت الحقيقة؟ لا شنو أرجع لك؟ ما أرجع ما أرجع. أنا يمي مو بس المولد، أنا يمي يمي بايتي هنا لحد شقد، بعد سنة سنتين من نتعب من نتعب. هاي أكل موجود وشرب موجود وفراش موجود وكلنا باقي كلنا باقي. لك هاي ثورتك وهاي انتفاضتك، لا تبيع كل شيء عندك جيب. دسوا على أخوانكم، دسوا على أخواتكم، ايش عندهم بالبيت خلي يجيبون أكل، كل شيء يجيبون. هاي شبابنا، هاي شبابنا. تعالوا ماما اليوم شنو؟ تعال عيني امي. اليوم انت شنو الدافع اللي خلاص تخرجين؟ انا جايه هنا انا معتصمه ويا هاي الشباب، صار لي 3 ايام وابقى اخر يوم وياهم، اوزع كلينيس، ايش عندي بالبيت اجيبه، ما اخلي شيء بالبيت. انا ولدي وزوجي كل احنا هنا واقفين، صار لنا 3 ايام راح طلعونا من المستشفى واليوم جينا، ونبقى اخر يوم بحياتنا. ثوره سلميه، ثوره سلميه. خايفين من عندنا، خايفين من علمنا. هاي طلقتنا خايفين منها، شوفها هاي الطلقه، هاي الطلقه اللي احنا شايلينها ونقول انتفاضه سلميه سلميه. وهاي السلميه ما حد شايل سلاح، شايلين كلينس، شايلين علم، شايلين اكل لهاي الشباب. وما ما نروح مني انا الى ان يحققون مطالبنا. استقاله استقاله. الشكوى لله لا غيره، ياخذ حقوق الفقراء وياخذ حقوق المساكين. خلينا نقول سلمية سلمية، عرب شوارع الصين. آلاف المؤلفة وين ودوهم أهل الأسعاف؟ بالقبور وين ودوهم آلاف المؤلفة وينهم؟ بالأسعاف أخذوهم، كذب كذب، لا مستشفى ولا بد كفيلك علي. النسوان خد تطلع، وين هالنسوان الخاتلة؟ ذاك اليوم 165، اليوم والبارحة وقبل أول البارحة ويومية يموت ابنه. أي شهيد حرام؟ أي واحد أي واحد يقول أبي شريف يجي هنا يشوف العالم ويحكي وياهم؟ ماكو شرفاء. هذا 6 أشهر قبل شوية أخوي وقبل شوية صديقي والبارحة ابن عمي، كنا نموت ليش؟ ليش؟ على مود الوطن يعيش، وهم شو يسوون؟ أعلن هالشعب هربتوا مليارات، أعلن هالشعب بالباق والرشوات، أعلن هالشعب قابل هبتونا، أعلن هالشعب لما نصفتونا، أعلن هالشعب قابل هبتونا، أعلن هالشعب. Thank you.
الجماعات ماكو بس جماعتهم، فاحنا نزلنا اليوم حتى نعبر عن راينا بطريقه سلميه. احنا ما نريد اي عنف، يضربون علينا غاز مسيل الدموع، بس احنا راح نبقى ونستمر ونطالب بحقنا، هذا حق دستوري وشرعي. والله يعني طلع على حاله الفساد وحاله المحسوبيه اللي صار لنا 16 سنه نحاول نغير وما دا نتغير. انا من تخرجت من الكليه لحد هسه احنا في حاله دمار هلاك موت طائفيه، يعني وضع مزري. فاحنا نحاول نغير ان شاء الله من مكاننا هذا. انا مدرسه واليوم احنا علينا العصيان المدني، وان شاء الله ان شاء الله نوصل النتيجه ان شاء الله. هميه موجودين ومن يوم 11 كنا موجودين. اليوم جايه خاصه البنت اختي خالو يوميه وديني اريد اشارك اشوف الفيس اشوف التواصل الاجتماعي، فجت جبناها اليوم على مود الشارك، يعني حال حال اخوتها المتظاهرين. اكيد كنا لازم نشارك بهاي المظاهرات نامن مستقبلنا اللي راح يجي، واحنا يعني احنا باعتبارنا جيل المستقبل لازم نامن مستقبلنا. شكرا. رحم الله والديكم. هي هاي فت تظاهره انسانيه نامن جيل هذول، مو اكثر. احنا والله انتهت، بس هذول الجيل هذا الجيل نريد نامن حياه رغيده سعيده صحيحه له، وان شاء الله يتحقق هذا الشيء. اكثر شيء قهرني الشباب اللي ده تروح، يعني حسيتهم انهم هم شباب كل شيء ما شايفين، فهذا اكثر شيء قهرني. يعني الدماء اللي ده تروح، حكومه تروح نريد حكومه عادله، بمعنى بكل ما تعني كلمه عداله من معاني، نريد حكومه عادله. والله الغيره العراقيه زين، لان الشهداء هواي صوبوه وانا ما تاذت، وانا من ضمنهم، وانا مصوب طلقه براسي بعد 3 شهداء زين، وطلعت للتظاهر لاجل التغيير، طالب الحكومه تعطينا مطالبنا. يعني اريد حق، اريد وطن، احس بالوطن، اريد امان، حقوق لي ما الشهداء الثلاثه، بس الشيء اللي الشرطه اعطوني اياه، امه وابوي ضحايا راب لحد هسه كل شيء ماكو زين. نناشد الخيرين، نناشد الأطباء، نناشد المراجع، نناشد كل شريف. هاي منتهية سكوربال مالتها فاسدة 2014 و2009، يعني دوا فاسد، ويضربون على ذول الشباب الورود. نناشد الخيرين الطيبين، انظر بح. هاي مسواق ما ساعتين مو هاي، هاي ذن كلهن منتهية مادتهن، هاي محرمة دوليا. تعرف شنو محرمة دوليا هاي؟ محرمة دوليا هاي، هاي ما يصير تنضربها، هاي تنذب. شلون العلاج اللي بسد ويذبونه؟ بس الناس ما تدري، لو يضرب طلقه اشرف له ولا يضرب هاي. هاي وين شباب قاعد تروح؟ نناشد طيبين. والله ما ينعدن فوق، يعني مياه، يعني انت قيس ساعتين هذا مسواقي من غير الراحه، من غير ما ندري وين وين، ساعتين هذا مسواقنا. يعني مو بس انا، وياي جماعه وياي يلمون، ها؟ هذا مسواقنا. وقيس وانت قيس، هاي محرمه دوليا. ماش ليش تسوي نتراجع؟ شكرا. ليش نتراجع؟ شكرا. شو علينا من نتراجع؟ شو نرجعنا؟ باضين وصامدين لحد الان، وعادي عندنا. يطيح 100 200 300 عادي عندنا. بس الناس الطيبين الخيرين لا يطلقون هاي. لو يطلق له طلقه ويضرب له واحد، يضرب له اثنين، ولا يقتل له عشرات او المئات من هاي باها.
هاي محرمه دوليا. وثق هاي 2014، وثق 2014 هاي منتهيه منتهيه مادات. انت علاج هسه تروح للدكتور علاجه منتهي مخلص، تاخذ العلاج وتذبه. اذا تاخذ شو يصير بك؟ تموت لو ما تموت؟ عم هذا يموت بشر. نناشد الطيبين، نناشد الخيرين، نناشد المراجع، نناشد الناس الخيره، نناشد شيوخ العشائر. خل تطلع هاي الوضعيه، عم هاي وضعيه مو شباب هواي، تختنق شباب هواي، ابو الربو وغيره وغيره. يعني سووا لنا صوره حل، احنا ما خايفين ولا نتراجع. والله لا خايفين ولا نتراجع، ومستعدين نضل من هنا. احنا ثوره العشرين اجدادنا وهاي. احنا نريد نعيد ثوره العشرين. احنا طالعين بيش طالعين؟ بالجفن والعلم العراقي. اكو غيرها شوف؟ جفن وعلم عراقي ما شايلين شيء. يعني جفن وعلم عراقي انت هيك تخاف من يمي؟ شو مسوي لك؟ ارد اناشدك، شو مسوي لك يعني؟ هاي الاطباء جامعه هاي تكتك قاعد تنقل ناس شيل موت يعني من الصبح وجرحه. الناشد من؟ وين الدوله؟ وين الامان؟ وين الامان؟ وين المراجع؟ ليش ما تحكي؟ ليش ساكت؟ والله تعبنا. تعبنا من؟ احنا نروح عادي. اليوم باكر عقبه بس يظل اولادنا اولاد اولادنا يحجون تاريخ ما تراجعوا. اهل البوبجي واهل التكتك اللي يسولفون عليهم دول الماشي دول يروحون فدوه. انا مقدس الهم، انزل جلالا واحتراما لاهل التكتك ولاهل البوبجي اجلالا واحتراما. عراقي العالم داخ. هسه لو توديه للعالم ما يعرفون شنو علاجها. شنو علاجها؟ شنو علاجها؟ علاج القوه بالعراق خمره وبس. هذا العالم طاح براسه وبعينه. المستشفيات انترست، مستشفى الشيخ زايد ما تستقبلنا. المرور يسدون شارع علينا. ليش يسدون شارع علينا؟ ليش يسدون؟ ها كل شيء ما اريد، اريد الحكومه تسقط. يعني هاي شبابنا الحلوه راحت، لا رواتب عندها، لا متعينين، لا اريد تعيين للشباب. يعني احسن ما يسوون يعني اذا بيقولوا يطببوهم سجن. شنو ايش معنى؟ احنا ما نريد شيء، احنا نريد حكومه جديده تطوع الشباب الحلوه. احسن ما هاي شوف الشهداء راحت. هو هسه دش بالطليان وباللحم. كما قالها أبينا المصلح الأول أبا عبد الله الحسين، ونقول لكم نحن أبناء ذاك الإمام الذي قال: أبالموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء؟ أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ وأحب أن أذكركم بأن الرسول المصطفى قال: من مات دون وطنه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عياله فهو شهيد. ونحن ندافع عليهم كلنا إن شاء الله. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يمن علينا بالحفاظ. يعني هذا العالم كله ما قدر الداعش، كل العالم ما قدر الداعش يطلع. وشباب احنا شباب العراق قحرنا داعش وغير داعش، مو خمسة مخربطين هنا مدري ستة يطلقون يضربون على اخواننا المظاهرين.
مشايين ولا شايين وربك بس شفن وعالم عراق شوفك شو عندنا شوفك وتفقه سلاح سلاح ابيض سلاح لا والله حتى العلم احترق هذا سلاحنا كل اللي هو كل شيء ما عندنا كل شيء ما عندنا بس هذا والله هاي دولتنا وهاي قاعد تطلقون به سلاح محرمين وحتى كسبايه كراتين ويناوشه هاك اضرب هي حط طقها براسه هذا جابه بالتكتك حرق له التكتك ماكو هيك كفيلك الله ماكو هيك شغل ساقطين ولا ساقطين هي حطها هيك بشرفك ويطقه يحرق له التكتك ماكو هيك ملينا بالعباس بفاضي هاي صارنا ثلاث ايام الله شفناه بعيننا ما يصير طالعه كافي كافي سويتوها فوضى كافي ولكم هاي العالم جاي تروح ببلاش وانتم قاعدين تقسمون لحد ما توسعون مدراء عامين ولكم انتم من يام اللي تحجون على صدام ولكم والله انتم انقسم الصدام طلعتوا كافي واع الشعب نسوان قامت توقع حسه بالتحرير لكم انتم ما عندكم ناموس ما عندكم عرض كافي ولكم كافي البارح يطلع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يقول الولايات المتحدة بعد ما موقع المطالب مع الشعب العراقي لا تشعدنا حاطين رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس برلمان خوب العوضة فوضة وهو كل من يجي يأخذ بكيفه جنوجه رسالة للنايمين ببيوتهم اللي قاعد يستلمون رواتب الموظفين على الموظفين يعني ما يطلع على المتظاهرات هاي يعني هو بس فلوس ماكو كرامة ماكو ما أقعد من الدوام هسه المتأثرهم كل واحد موظف يضرب ما يطلع من الدوام يوقف قبال دارته يصير حل الشعب العراقي هاي نفس الشباب اليوم الشيخ زايد تقاطع اليمن سادين ازدحام الشهداء والمصابين قاعد يموتون هنا بالاسعافات هنا تروح للمرور يقول لك والله مزدوج جسر الشعب روح لنا عندنا فتحه بدينا